مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج توك شو. بمزيد من الأسى والحزن ينعي برنامج توك شو وقناة الصحة والجمال الأطباء الذين توفاهم الله بمرض فيروس كورونا المستجد بصفة عامة. وبصفة خاصة ينعي الدكتورة عصمت عبد الخالق والدكتور عبد المنعم ربيع والدكتور محمد نودير. أنا آسفين جدا إن إحنا بدأنا الحلقة النهاردة يعني بنعي، يعني إحنا متعودين معاكم إن إحنا نتكلم في حاجات يعني كتيرة جدا، لكن يعني كان لزاما علينا يعني إن إحنا نتكلم عن هؤلاء الأبطال لأنهم ضحوا بأرواحهم في سبيل إن الشعب المصري كله يعيش إن شاء الله. ولذلك خصصنا الفقرة الأولى من برنامج النهاردة إن إحنا نتكلم عن فيروس كورونا والهجمة الشرسة اللي ممكن تحصل في أي وقت. دكتورة إيمان، أهلا وسهلا بحضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ مروان؟ أهلا وسهلا بحضرتك، عاملة إيه؟ النهاردة يعني فعلا البداية، كل مرة بنبتدي بإنجازات وعملنا إيه الأسبوع اللي فات أو اللي قبله أو الفترة اللي فاتت أيا كان، كان المفروض نقول لكم كل سنة وانتم طيبين راجعين بعد العيد، بس الوضع بالنسبة للدكاترة خاصة صعب. دكتور بيقابل دكاترة حالات كتير، في استهتار من الناس، ممكن يبقى عارف ان كل الاعراض عنده كورونا وده بيحصل وبيروح للدكتور ويقول له انا بس عايزة اتأكد، مش اخد كل الاحتياطات اللي المفروض تتاخد، ماسكات او جوانتيات، لان انا وانس ان انا عندي اعراض وشكة بنسبة ولو حتى 1% لازم احمي اللي حواليا قبل ما احمي نفسي. دي يا جماعة امانة. النهاردة دكتورة عصمت عبد الخالق رحمها الله انتقلت إلى رحاب الله، عندها بنت عندها سنة كم يوم اللي فاتوا. أنا ما عنديش حصر، يمكن الحلقة الجاية هنخصصها للقصة ديت، الدكاترة وفيات الدكاترة، الدخل اللي ليهم والأسرهم ولعيالهم، خصوصا في دكاترة توفاهم الله في سن صغير، معاشاتهم هتبقى قليلة، الناس دي كلها هتكفي احتياجاتها منين؟ احنا يعني كمجتمع وكأفراد في مسؤولية أخلاقية ودينية ناحية الفئة دي. النهاردة فعلا أنا لا أبالغ إن مرضى الكورونا، وانس إن أنت عندك برد حط في دماغك إن أنت عندك كورونا. يا جماعة الدنيا مش مفتوحة، بره في الهجمة التانية، بره في السكند ويف. بس حضرتك بتقولي كلام خطير جدا، يعني أي ما هو الوضع خطر، أي حد عنده برد يبقى عنده كورونا؟ ده الكلام ده بقالنا شهرين بنقوله، يعني يا جماعه اي اعراض لازم، هو دور انفلونزا ومنتشر. هل انت في الشتاء او في تغيير الفصول لما بيجي دور كده ودور برد وبينتشر الناس كلها بيجي لها برد ولا لا؟ اكيد مظبوط، وكل واحد ومناعته. الفيروس ده ما هو ايكوال كده، وكل واحد بياخده بمناعته. فاحنا ما خلصنا، احنا حتى ما خلصناش الموجه الاولى. طيب احنا بمناسبه ان حضرتك بتقول احنا لسه ما خلصناش الموجه الاولى، انا كنت لسه هسال حضرتك احنا فين من فيروس كورونا، هل بدات الموجه الثانيه ولا لا؟ ولكن هينضم الينا عبر الهاتف الاستاذ الدكتور عصام بديوي، استاذ طب المناطق الحاره بكليه الطب جامعه اسكندريه. السلام عليكم دكتور عصام. دكتور عصام، الحمد لله، اخبار حضرتك؟ الحمد لله، والله ماشي الحمد لله. الحمد احنا لله. بنتقدم لكل الدكاتره بواجب العزاء. ربنا يخليك يا رب، ربنا يكرمنا وربنا يرحم الجميع وربنا يرحمنا جميعا ويسلم ويسلمنا ويسلم بلدنا يا رب من كل شر ومن كل سوء. ربنا يبارك في اعماركم جميعا ويبارك في اعمارنا جميعا. وعايزين نعرف دكتور عصام، كنا لسه بنتكلم احنا في الموجه الاولى، احنا دخلنا الموجه الثانيه، خلصنا الاولى ولا لسه؟ وضعنا ايه؟ عشان الناس انا شايفه انها اخده راحتها زياده عن اللزوم، عندي عائلات كامله عشان في اريحيه في التعامل ومش الناس مش اخده احتياطاتها. كل واحد جاله كورونا الكل اتعدى، واحد راح عزا عنده كورونا وهو عارف عدى الكل، ليه؟ اصل ده شويه برد. احنا فين يا دكتور عصام؟ بصي حضرتك، عشان نتكلم بصراحه احصائيا، عشان نتكلم بطريقه صح، دلوقتي احنا دلوقتي احصائيا ما نقدرش نعمل اي حاجه، ماشي؟ من ساعه ما اسكات العزل المنزلي دي واللي عنده اعراض يعزل نفسه، وطبعا الارقام اللي طالعه مش، ما اعتقدش ان انا ارقام صحيحه بنسبه 100%، لان المسحه قلت. خلينا نتكلم بعيد عن الاحصائيات، على التجربه العمليه وعلى الواقع. دكتور عصام، استاذن حضرتك علي صوتك شويه لو سمحت. خلينا نتكلم على تجربه بقى العمليه والواقع اللي احنا بنشوفه احنا كاطباء، سواء مش شرط مستشفيات العزل، في احنا كحياتنا
المهنيه اصلا وفي مستشفياتنا وفي عيادتنا والحاجات دي كلها. اللي بنتكلم فيه احنا لسه في الموجه الاولى، ماشي، عشان بس ما حدش يقول احنا ايه دي موجه ثانيه، دي لسه يعني كل ده ولسه في الموجه الاولى يا دكتور؟ موجه اولى، موجه اولى. قدامنا قد ايه وندخل الثانيه؟ لا الثانيه دي كل العالم متوقع ليه ان الفيروس اصلا هيخش في الموجه الثانيه في اوائل الخريف واوائل اواخر الخريف، من نص الخريف لاواخر الخريف. يعني على 9 10 اوريدي بدات، اوريدي بدات في بعض الدول في اوروبا. انما خلينا نتكلم كشق الاول على الفيروس، وبعد كده كشق صحي، وبعد كده كشق على الناس. الشق على الفيروس برضه الحاجه الملاحظه ان الفيروس بيفقد من شراسته نسبه معينه، يعني بيضعف شويه. انما مش معنى كده ان احنا نطمن، لان كل جسم اصلا بيختلف في رد فعله عن الفيروس، يعني في واحد ممكن يجيله الفيروس بكميات قليله جدا ورد فعل الجسم بتاعته تبقى جامده جدا، ورد فعل الجسم تبقى شديده لدرجه ان الايه العيان لا قدر الله بيحصل له حاله الوفاه. وفي ناس والسن بتبقى ملوش علاقه دكتور عصام. بصي هي كل الحاجات دي اصلا في الطب، اي مرض مزمن في الطب او اي مرض شديد في الطب بيخضع لمعايير علميه اللي احنا بنسميها كوموربيديتي. كوموربيديتي يعني الحاجات اللي هي بتساعد على زياده حدة المرض، منها السن، منها الامراض المزمنه، ومش اي امراض مزمنه، منها امراض القلب، امراض في بعض الامراض المزمنه بيبقى لها عامل اكتر للايه لتفشي العدوى والايه التاثيرات الجانبيه الشديده. خلينا نتكلم عيان سكر مثلا ومش متظبط سكره جامد جدا، لو جات له تعويره في رجله ايه اللي هيحصل؟ لو السكر مش متظبط مهما تتعاملي مع الجرح، الجرح استجابتك ليه بتبقى ضعيفه وممكن يحصل له لا قدر الله غرغرينه وقدم متقطعه. فالفيروس بيفقد حد يعني حدته بتقل، شراسته بتقل، انما مش الفيروس ما بيقلش، اعدادنا بتزيد. انما الفيروس اعدادنا بتزيد. طيب في النقطه دي يا دكتور عصام لو سمحت، يعني بالنسبة للموجة الثانية ده توقع ولا أمر مؤكد يا دكتور؟ يعني عشان برضو أنا يعني زي ما بنحذر الناس، مش عايز يعني أنا أفتكر لحضرتك جملة إن إحنا مش عايزين نهون ولا عايزين نهول، أنا فاكر الجملة دي لحضرتك. ده توقع، توقع، توقع لمعنى إيه؟ يعني إحنا بنشبه إن الفيروس ده أصلا من عائلة اللي هي الهيموفيلوس إنفلونزا، اللي هو الإنفلونزا الإسبانية اللي هي جت قبل كده والناس اطمنت، وبعد كده جت الموجة الثانية يعني موجودة اضعاف مضاعفه من الموجه الاولانيه. ونظريا بدات اوريدي الاعداد تزيد في المانيا وفي تاني في امريكا وفي انجلترا، فمعنى كده ان البلاد اللي هي كانت سابقانه بشهرين بدات تخش في الموجه الثانيه والاعداد تزيد. طيب يعني الاعداد في اوروبا زادت. بتزيد المانيا والاعداد عندنا هنا يا دكتور انت كطبيب بتقابل ايه؟ ما اقدرش اقول لك احصائيات، لا انا بشوف حالات كتير وجايلي اعراض غير مختلفه، اللي جايلي باسهال وسخونيه واللي جاي بتكسير في العظم، والاسوء من كده ان المشكله ان العيان والمريض بيبقى عارف ان هو اشتباه كورونا وبيجي يكشف ويحتك بالمرضى في المستشفيات علشان يتاكد. طب يا سيدي انت عارف وعندك عندك شك، وفي دكاتره افاضل قبليك قالوا لك ان انت مشتبه فيك ايه كفيروس كورونا. طيب جاي تتاكد من ايه اصلا؟ الوقت اللي هو انا بروح لدكتور واثنين وثلاثه. الو ايوه دكتور، مع حضرتك اتفضل يا فندم. ايوه حضرتك جاي تتاكد من ايه حضرتك؟ حضرتك اصلا بالتليفون اصلا لما حد بيقول لك حاجه زي كده بتقول له طيب روح اعمل اشعه مقطعيه، اشعه مقطعيه بيبعتها لك بيطلع ان هو سسبكتد ان هو كورونا. طيب اعمل المسحه، انا شايف ان خلاص ما لهاش لازمه لان السي تي اصلا خلاص اثبت ان هو ايه ان هو كورونا، المقطعيه اثبتت انه كورونا. السي تي السي تي طبعا خلاص ده يعني ايه حاجه من الحاجات اللي هي ايه بنشك فيها بكميات عاليه شويه. طيب المسحه دكتور المسحه غير دقيقه اصلا. المسحه خلينا نعمل المسحه غير انها غير دقيقه، احنا بنعمل المسحه عشان لو لا قدر الله بعد كده العيان يحتاج مستشفى، مستشفى بدل العيان البروتوكول بيقول ان لازم يخش على ان هو يتثبت بقى فعلا ان هو بوزيتيف ايه للكوفيد. طيب دلوقتي انا حضرتك التحاليل صوره الدم اثبتت ان انت عندك خلايا الدم الليمفاويه واعه، وعندك الفريتين عالي، وعندك الدي دايمر عالي، وعندك ال دي اتش عالي، والسي في بتاعك طالع ان هو سسبكتد كوفيد، وانت عندك الاعراض من سخونيه وتكسير في الجسم وكحه ناشفه او اسهال او 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 صيام. خلاص طيب اصبحت كورونا. بتتاكد من ايه؟ بتتاكد ما اقعدش الف بقى. جاي ليه بتلف على ناس وبتخش مستشفيات وانت عارف ان انت سسبكتد ومش بتقول للناس اللي حواليك، وبعد كده يقول اصل انا جاي اتاكد. طب جاي اتاكد من ايه؟ طب وفي الاخر طب ما تعزل نفسك. طيب
طيب يبقى رقم واحد يا جماعه العزل المنزلي، العزل المنزلي، وتواصل بالتليفون مع اي حد هتلاقي يعني كل الناس يخدموك. معلش لو واحد جاله برد يعني دكتور عصام، لو واحد شك، لو واحد شك يا دكتور عصام في نفسه يعزل نفسه، يعني سواء هو اتاكد او ما اتاكدش. حتى لو انفلونزا، هو الانفلونزا قبل كده احنا كدكاتره كنا بنعالجها في مستشفيات وبنعالجها في عيادات. لا طبعا بياخد جامول وبياخد حاجات وايه وبياخد وبيروح الصيدليه، والصيدلي بيصرف له المضادات الحيويه او بيصرف له انخفاضات الحراره اللي هو تقريبا. والناس كلها دلوقتي على فكره مش شرط كدكاتره، الناس عارفه البروتوكول بتاع العلاج اللي هو بتاع الكورونا ايه هو، سواء من ديستروسين ونزل على مواقع مستشفيات الايه ووزاره الصحه. طيب انت حضرتك ليه تعرض نفسك وتعرض غيرك ليه حاجه ثانيه طالما انت اشتبهت؟ اشتبهت اثبت نفسك. طب امتى بقى اتحرك واروح مستشفيات؟ والله عندي علامات خطر، ضيق في التنفس، مش عارف اخد نفسي، الاعراض بتسوق عليا. بمعنى ايه بتسوق؟ مش معنى حراره ما بتنزلش، معنى الحراره احنا ممكن واحد يسخن فيها ثلاث اربع ايام، انما الحراره مطوله اكثر من خمس ست ايام. انا مريض مرض مزمن، وغير كده كمان غير ان هو عنده طريقه ثانيه الدوله موفراها، اطلب 105 وهم هيقولوا لك الاستشاره الاعراض بالظبط يا دكتور، هيقولوا لك الاستشاره الطبيه بمنتهى الحياديه، وفي نفس الوقت لو احتجت الناس ما بتتاخرش وبتجي لك لحد البيت وبتقول لك الدنيا عامله ازاي. تمام، لازمتها تنزل تلبس تركب مواصلات وتحتك بناس من المواصلات وتحتك بالشارع، وبعد كده تخش مستشفيات فيها مرضى والمرضى دول امراض مزمنه، عشان تتاكد من حاجه انت انت شاكك فيها بنسبه 70 80%. تمام، وعندك الوسائل اللي انت اصلا تتاكد منها وانت قاعد في بيتك معزز مكرم. فدي اول حاجه. طبعا المشكله عندنا ان طبعا ايه الوعي، الوعي عندنا وحش جدا، والناس مأمنه مع انها هي الحكايه ماسك واغسل ايدك وتباعد وطبعا حتى تباعد المسافات ده ما بقاش حتى مهم للناس دلوقتي. دكتور عصام الناس سابت الماسكات، ثابت كنا بنقول اغسلوا ايديكم على طول، كل ده اتساب. لا البلد اتفتحت، البلد اتفتحت اتفتحت يعني بطريقه اتفتحت على الرابع. ما هو الفتحه دي هيبقى ليها ضحايا. حضرتك ما خدتش بالك انت ليه اوروبا قافله بينها وبينك الطيران وقافله بينها؟ طب يا دكتور عصام بالمناسبه دي يعني سؤال لو سمحت، يعني انت بتقول ان في اوروبا بلاد بدات فيها الموجه الثانيه، سواء اوروبا قافله بيننا وبينها، هل ده هل يعني الموجه الثانيه، الموجه الثانيه عشان هي فتحت بينها وبين بلاد اخرى؟ لا لا طبعا، لا هم ولا عشان وجود الفيروس اصلا؟ اوروبا ما فتحتش اصلا يا دكتور. قبل كده قبل كده كنت طلعت معاك في حلقه وقلت لك اهم حاجه اعمل حاجه اسمها عزل محلي، اعزل القرى اللي فيها الكلام ده كله عشان تمنع الانتشار. بالظبط انا فاكر كده يا دكتور. اه بص، هو كده كده الفيروسات دي بتتشكل وبتحور كل كل ثواني كل دقيقه. طيب اوروبا قالت لك ايه؟ طب ماشي، انا عندي نوع متعارف عليه من ايه، من الكورونا، طيب انا هقفل حدودي مع الدول الغير اوروبيه، بس اوروبا بس هي اللي هتبقى موجوده، بحيث حتى لو الموجه الثانيه جت في بعض الاجسام المناعيه والاجسام بتاعتهم تعرفت على شكل الفيروس ده عامل ازاي، فالجهاز المناعي بسهوله هيقدر يطرد الفيروس وفي نسبه كثيره منهم هتمر بسلام. انما انا دلوقتي لما افتح مع اوروبا وافريقيا والعرب والحاجات دي كلها، هو عنده نوع وانا عندي نوع، النوع ده يجي يعديه واحد تاني مصري، الله اعلم استجابه الجسم ده عامل ازاي، يحور الفيروس الضعيف اللي عندي لفيروس اجمد واشد. صح يا دكتور. طب ليه طالع حاجه زي كده؟ هيبقى عندي ميكس خلطه. بالظبط. انا هصورها لحضرتك. الله ينور عليك يا دكتور. انت عندك اطفال مؤدبين وبتربيهم في بيت، والاطفال دي انت مربيهم على اخلاق معينين وصوتهم ما يعلاش، هيلعبوا وهيعملوا ممكن يعملوا شويه دوشه شويه، انما الدوشه مستحمله نتيجه التربيه السليمه اللي انت عاملها لهم. انت بقى دخلت عليهم طفل سوقي واخلاقه مش سليمه. كم طفل من ده هياخد من الطفل السوقي اخلاقه يتعامل زيه؟ كله. ده اللي احنا بنقوله، اللي احنا مشكلتنا لو حصل اللي احنا ندخل سترينج جديده اللي مش هنخلص، احنا اصلا للاسف الشديد الموجه الاولانيه هتضرب في الموجه الثانيه من غير ما يبقى في فتره راحه. للاسف. يعني اوروبا يعني احنا مش هنرتاح، ده يعني انت حضرتك متوقع ان في هجمه ثانيه؟ ايوه طبعا، بالمنظر ده في هجمه ثانيه، في هجمه ثانيه هتلضم في الاولى على طول. ايوه، هو الفيروس اصلا مش يعني الفيروس مش هيستسلم بسهوله، الفيروس ما بيطول، زي ما انت بتهاجمه وجسمك بيهاجمه علشان يخلص منه، هو كمان عايز يتعايش، زي ما في بشر عايز تعيش هو كمان عايز يعيش. طب دكتور عصام، انت حضرتك بتقول الفيروس مش هيستسلم بسهوله، طب ايه رايك فيما اعلن مؤخرا عن اكتشاف المصل؟ هل ده حقيقي ولا غير حقيقي؟ المصري اني مصري؟ يعني بتاع روسيا. روسيا. انا قلت لك من انا قلت الكلمه دي من سنين ومظهر بصيت عليها وسنين هتثبت الكلام ده، لا هيطلع دواء ولا مصر للكورونا. خلاص، على اي اساس؟
عشان برضو عايزين بالظبط. نفهم الناس، لان في استسهال، ما طالما في دواء حضرتك خلاص. تمام. في مصل او دواء طالع للمرش او للصرش، لا خلاص ده من عيلتهم. انت شايف حضرتك المصلات كل شويه؟ معلش اه دكتور عصام طلعوا. علي صوتك طب شويه. يعني مثلا المصل مثلا يكلموكي مثلا يقول لك اه دي احنا اخترعناها في حته فلانيه، طب فين نزله؟ لا ما لسه شويه ويسكت تاني. يقول لك مصل اتعاقدوا عليه دول ذكر اسماء دوله لمده سنتين. يعني دي مناورات يا دكتور. هو علميا يعني لو المصل مؤثر المنظمه الصحه العالميه هتاخده وتخطفه وتوزعه على العالم كله ونخلص المشكله دي. حضرتك ده دكتور عصام فيروس، علميا فيروس زي السارس والمارس اللي هو ما توجدلوش لحد دلوقتي علاج ولا تطعيم. تمام. اهم حاجه اللي احنا بنثبت الجسم لحد ما الجسم بقى ربنا يساله يخلص منه. تمام. اكتر من كده ما اقدرش اقول. طيب تمام. الفاكسين او المصل او العلاج علميا هل طبيعي ان يخرج يطلع في خلال 6 7 شهور؟ لان انا برضو من خلال معرفتي صعب. بصي حضرتك، حضرتك المشكله دي لو الايه، لو الفيروس اصلا ليه شكل محدد وليه بصمه جينيه محدده وليه وزن جيني معين. دلوقتي انا عشان اعمل مصل بعمل ايه؟ فاكسينتي بعمل اجسام مضاده. الاجسام المضاده دي انا ببرمجها، لو شفت وزن معين جيني، لو شفت بصمه وراثيه معينه، ولو شفت وزن جيني معين، روحي امسكي فيه وكسريه وامسكي فيه وعدليه. طيب انا دلوقتي عندي فيروس. طب انا مثلا لو انا قلت لك مثلا استاذ مروان خلي بالك ان في شخص خطر عليك، لونه ابيض، شعره اصفر، عينيه زرقاء وطويل، انت هتطلعه من بيت 1001 وهتعرف تطلعه. تمام. انما لو انا قلت لك بقى ايه، خلي بالك ايه، طلع لي واحد ابيض وعينيه زرقاء، طب انت قصير طويل شعره عامل ازاي؟ المواصفات مش كامله. هو الفيروس بالمنظر ده انا عندي منه كذا سترين، هطلع لي ايه ولا ايه؟ هطلع كذا سترين يعني كذا نوع. وهو بيغير شكله، بيغير بيحور نفسه. ما كانش لو هو كان فيروس ثابت وقوي كان حافظ على ثباته. احنا الحمد لله برضه خلينا نتكلم ان ربنا استرها معانا ان العدوى شده الفيروس وخطورته بتيجي بحده اقل، انما ما اختفاش. دكتور عصام انا شايفاها في ناس يعني ناس بتعدي ومالوش علاقه بالسن. النهارده دكتورة عصمت الله يرحمها صغيره، طفله عندها سنه، عندها طفله سنه رضيع. قلت قبل كده استاذ يعني لسه سنها صغير، حوالي 60 70% من الكره الارضيه تعدي. حضرتك قلت الجمله دي فعلا، ان الفيروس ده مش هيخلص او اقل يعني تلتين العالم يصاب بهذا الفيروس. الوحيد اللي اتكلم في من الكلام ده كان وكلامه كان مظبوط اللي هو رئيس وزراء بريطانيا، اللي الناس هجمته قالت لك بص بيقول لك روحوا وموتوا. هو فعلا هو ده الكلام الصحيح اللي هو طلع وجه دي العالم كله، هو اللي طلع وجه دي شعبه، هو ده الكلام الصحيح فعلا. طلع علي يا فندم قال ان احنا الفيروس ده مش ده امر حتمي، واستعدوا لان انتوا تودعوا احبائكم واصحابكم واصدقائكم. والفيروس ده لسه قدامه فتره ومش هيروح غير كل واحد حقيقي لازم هينوبه نصيب من الفيروس ده. بالفعل ده كلام مظبوط. يعني نفهم من كلام حضرتك ان الفيروس لم يكتشف له مصل بعد، كل ده كلام. انت ليه حده الاصابه عندك بتقل؟ ما عشان اصلا احنا الاعداد عندنا زياده. فكل ما العدد بيزيد كل ما ايه، كل ما الجهاز المناعي بتاع المصريين بيتطور اكتر، وكل ما الفيروس بيضعف اكتر. زي ما انت واحد انت جبت ضربته بوكس واحد ممكن يقوم لك وايه يضرب تاني. اكيد ضربته 100 بوكس هيقوم، بس هتبقى حدته بيترنح كده بالظبط كده. احنا بقى معتمدين على المنظر ده. يحصل امتى؟ يعني انا متوقع يعني الدنيا لو هتفتح دي اللي احنا بنسميها مناعه القطيع. ايوه هي دي بالظبط، وهو ده الفيروس مش هيروح بالمنظر ده. دكتور عصام كلمه اخيره من حضرتك ونصيحه يعني للشعب المصري. انا عايزه كلمتين بس، خلينا نقول الحته بتاعتك كده. يعني حافظوا على نفسكم وعزلك في بيتك احسن ما تفقد احبابك. يعني عزلك في الاوضه وانت ما تشوفش عيالك او مراتك او عيلتك كام ساعه 14 يوم وبتاع، احسن ما تشوفهمش خالص. تمام. دكتور عصام ملاحظين عدد الدكاتره اللي بيتوفاهم الله في كميه عن يعني عدد في عدد كل يوم والتاني اسمع عن حد توفاه الله، تفسيرك حضرتك يا دكتوره ايمان؟ دلوقتي الناس زي ما انت قلتي مطمنه، وزي ما قلت لك في اول المكالمه بتاعتي والمداخله بتاعتي الناس كمان بقت عندها ثقافه ايه، راح يتاكد لي عنده كورونا ولا لا، مع انه عارف من اعراضه ان هو بنسبه 70% 80% عنده كورونا. يعني حتى لو انت عندك كورونا او شاك فيها برد، طب انت رحت الدكتور يعني تتاكد؟ طب لو حتى حاجه يعني شديده، ما انت عندك قلت لك الطرق اللي هي تقدر ايه تخدمك وانت قاعد في بيتكم.
طبعا احنا بقى كدكاتره بنشوف بقى ايه اللي هو ما عندوش عدوى، واللي عنده عدوى خفيفه، واللي عنده عدوى شديده، فاحنا بنشوف الفيروسات انواع كتير كمان باشكالها كلها بالسترينز المختلفه. فاحنا عشان كده الاسترينز فعلا اللي بيجي في الدكاتره فعلا الدكاتره اللي بيتصابوا بتبقى اصاباتهم شديده جدا، عكس حتى الناس الطبيعيه، الناس الطبيعيه اللي في الشوارع، لان انت العيان فعلا بيجي لك عيان، العيان فعلا بيجي لك عيان اصلا، وبيجي لك الايه يعني بيجي لك اكيد بالفيروس اللي هو الاسترين بتاعته العاليه جدا جامده. عكس اللي ماشي في الشارع، لو واحد تعبان او دايخ هيقول لك لا انا مش همشي في الشارع، انا هروح لايه؟ لدكتور. هي دي بقى المصيبه الثانيه. فطبعا احنا بقينا في تراكم لانواع مختلفه من الاسترينز او من الفيروس نفسه. والمريض اللي جالك غير مريض الشارع، المريض اللي جالك غير مريض الشارع. المريض اللي جالك بقى اللي هو ايه؟ اللي هو قاعد ساكت على نفسه اسبوع 10 ايام وقاعد يقاوح لحد ما الحكايه ايه؟ تفاقمت عنده. انا شايفه اريحيه. انا في مكان رحت المعموره في العيد، انا كنت الوحيده اللي لابسه ماسك في مش ممكن. شكرا لحضرتك دكتور عصام على مداخلتك معانا وافدتنا افاده جميله جدا، وارجو من الناس كلها ان هي تلتزم. يعني احنا يعني مش ناقصين، يعني احنا مشغلين خدمه وناس كتير ودكاتره كتير في الجمعيه عاملين الخدمه دي. قلنا يا جماعه اتصلوا، ما تتصلوش، رساله واتساب فيها الاعراض بالتفصيل، انت اخدت ايه، تعبان اليوم الكام، السخونيه اليوم، اعراض تفصيليه دايما كده، اعملوا اعراض وقولوا لي اعراض تفصيليه. تمام. اساسي اعمل صوره دم كامله، اعمل دي دايمر او انت قلقان، خلي الحته دي مهمه اصلا. الناس مرتاحه، ما ينفعش حسيت بمشاكل اعمل صوره دم كامله، اعمل حاجه اسمها دي دايمر، اعمل فيريتين زي التحاليل اللي انت بعتها لي على الواتساب. زي الميكس اللي مروان من كام يوم عنده زوجته كانت تعبانه. طب نتاكد. قلت له اتاكد ازاي؟ اعمل 1 2 3 سي ار بي لالتهاب في الدم. يا جماعه من هنا لو عملت كول كده او مكالمه حد يجي يسحب لك من البيت الدنيا اتحلت. انا عندي ناس بتروح تسحب عينات دم في البيت وانت في مكانك. تمام. اخدين الحمايه الكامله وبيروحوا بقالهم حوالي 3 شهور شغالين. تمام. ارقامنا 012-7-22-22-464 012-7-22-22-463 ارقام موجوده على الشاشه حاليا. ما انا بحاول، انت عارف يعني 012-7-22-22-464 ابعت اي رساله واتساب. طيب عشان يعني نقفل الموضوع ده في الفقره دي، عشان الضيف في الفقره وصل دي، في الفقره يعني دي الموضوع ده مش هتقفل لحد ما نبقى زيرو حالات ان شاء الله باذن الله. في الفقره دي يعني نصيحه للناس، التزموا بالماسك، التزموا تجمعات، بالتجمعات، ابعدوا عن التجمعات وابعدوا عن الساحل، عن اي حاجه كله لا يعني تؤدي الى انتشار الوباء مره اخرى. يعني ان شاء الله في يا الفقره الثانيه، هو منتشر انا بعايز احجمه، ما احنا نحجمه ان شاء الله. يعني في الفقره الثانيه ان شاء الله هنتكلم عن بعض المشاكل في يعني التي نجمت عن انشاء كوبري الفردوس، اللي هو ياخد من محور المشير يودي لطريق صلاح سالم، بعض المشاكل مع بعض الناس، ولكن بعد الفاصل.